الحمد لله رب العالمين حمدا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى والشكر له جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وليعلم أن شكرنا لله سبحانه وتعالى لا يوفى أبدا له سبحانه جل جلاله فحق الله تبارك وتعالى أعظم وأكبر فتعالى الله علوا كبيرا لابد من العبد أن يعظم ربه تعظيما وأن يقدسه تقديسا وأن ينزهه عن كل عيب ونقيصة والله تبارك وتعالى اسمه نحن نسبحه جل جلاله أي ننزهه عن كل عيب وعن كل نقيصة كفرنا بالطاغوت وآمنا بالله رب العالمين إن التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى وفي آياته يزلزل القلوب فكم من آية أحيت إنسانا بعد غفلة وكم من تفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى أنار الله له عقله وليعلم أن العبد كلما عرف الله أكثر كلما زادت خشيته من الله أكثر فمصداق حديثي هو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه ولهذا قال نوح عليه السلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا كما قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولهذا من يعصي ربه سبحانه وتعالى فإنه جهل عظمة الله ومن جهل عظمة الله ليس بحي إنما هو جثة تمشي بلا روح ولهذا أقول لابد من الإنسان أن يتفكر دعونا نتفكر في عظمة الرب سبحانه وتعالى الرب العظيم الرب الكبير جل جلاله قال سبحانه وما قدر الله وما قدر الله وما قدر الله حق قدره الله أكبر وما قدر الله حق قدره قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته فالله كبير وحقه عظيم دعونا نتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يقول ابن مسعود رضي الله عنه بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام بالسرعة بالبطء الله أعلم لكن 500 عام يقول رضي الله عنه وبين كل سماء والتي تليها 500 عام ثم قال رضي الله عنه وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش سبحانه وتعالى قال رضي الله عنه والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فالله تعالى يسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء إنه الله إنه الله هذا الاسم الأفضل اسم والأحسن اسم والأجمل اسم الجبابرة كالنمرود وفرعون لم يستطيعوا أن يتسموا بهذا الاسم هذا الاسم لا يكون إلا للإله الواحد الأحد هو الله الفرد الصمد جل جلال الله قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض الله أكبر إذا أنت بتجي تقول واحد أنا أحبك بعض المرات تجي تقول له أنا أحبك قد السماء اللي هي سماء الدنيا الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ما هو الكرسي؟ الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين يعني موضع قدمين الرب سبحانه وتعالى ثم قال والعرش لا يقدر أحد قدره الله أكبر قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وصحح هذا الأثر ابن حجر الكرسي موضع القدمين سبحان الله ففي فرق بين الكرسي وفي فرق بين العرش الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى تخيل معي فوق السماوات السبع الكرسي وفوق الكرسي ماء وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش على الماء هذا الماء الذي فوقه العرش عظيم جدا والله فوق العرش جل جلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع يعني السماوات السبع كلها مع بعضها ما السماوات السبع في الكرسي
يعني مقارنة بالكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. الله أكبر. تخيل معي، إذا نزعت خاتم ورميته في الصحراء ثم قلت لأحد من الناس اذهب إلى الصحراء وابحث عن خاتمي، أسيجده؟ هذه السماوات السبع أمام الكرسي. سبحان الله. أجل إحنا وشو؟ إحنا وشو إحنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والكرسي أمام العرش، يعني مقارنة بالعرش مثل السماوات السبع أمام الكرسي. يعني السماوات السبع هذه وش تصير قدام العرش؟ أجل كيف إحنا؟ العرش أكبر مخلوق على وجه الإطلاق، الله فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا جل جلاله. إذا أنت الحين تفكرت وشفت أن العرش شيء عظيم، فالله أكبر والله أعظم. فلهذا قال أحد السلف لا ينظر أحدكم إلى صغر المعصية، لا تقول هذه المعصية صغيرة خلاص بسويها، لا، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الله عصيته. قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا واحد من حملة العرش. جبريل عليه السلام جناحه يغطي ما بين المشرق والمغرب. لما نزل جبريل سيد الملائكة ليقضي على قوم لوط أخذهم بطرف جناحه، بس طرف جناح. هذه مخلوقات، هذه مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. حملة العرش لما خلقهم الله تبارك وتعالى لم يستطيعوا أن يحملوا العرش، العرش مخلوق، لم يستطيعوا الأربعة كلهم، فدلهم الله تبارك وتعالى بأن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوا العرش. انظر إلى قوة الله، انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. يقول ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني أضراسه. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وما قدر الله وما قدر الله وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. تخيلوا يا جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. كان جاء يوم القيامة قال وش هذا، أنا ما سويت شيء. لماذا؟ لأن حق الله أكبر، حق الله أكبر، حق الله أكبر. أهذا الإله، أهذا الإله العظيم، أهذا الإله الكبير الذي خلقك فسواك فعدلك، أهذا الإله يسب؟ تعالى الله، تعالى الله عما يقولون هؤلاء السفهاء. جاءني أحدهم فقال لي يا عمر هناك أناس يسبون الملك جل جلاله. الله، أهذا الإله العظيم سبحانه وتعالى يسب؟ أنا أعلم أن كثيرا من هؤلاء الحقيرون سيقولون إنا لا نقصد سب الله. ولهذا قال أهل العلم كل ما كان عرفا من سب أو شتم أو نقيصة أو استنقاص أو استخفاف، سواء كان هذا الاستنقاص في بلد وفي بلد لا يوجد هذا النقص، فإنه يعتبر نقصا. وقد أجمع العلماء قاطبة كل العلماء على أن أي قول أو أي فعل يقصد به الاستخفاف والاستهزاء بالله تبارك وتعالى فإنه يكفر والعياذ بالله. أتدرون يا جماعة أن الملحد ربما قد يصير أفضل من هذا الذي يسب الله؟ كيف؟ الملحد لسان حاله يقول إذا آمنت بالله لعظمت هذا الإله، وأما الذي يقر بوجود الله سبحانه وتعالى ويسبه فهذا حقير. أتدري أن عبدة الأصنام، أتدري أن الذي يطوف في المقابر، الشرك عموما أهون عند الله من سبه جل جلاله؟ أبو جهل، أبو لهب، الوليد بن المغيرة، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، وأما أنت
فأنت تعلم أن الله واحد أحد فتسبه. والله هذا شيء عظيم، شيء عظيم والعياذ بالله. مع أن الشرك كفر وسب الله كفر، ولكن الشرك أهون لأن ليس فيه شتم لله ولا سب له سبحانه وتعالى. اعلم أيها السفيه، يا من تسب ملك الملوك وعلام الغيوب، أن الله تبارك وتعالى قد نهى المؤمنون، نهاهم عن سب الأصنام في زمن كفار قريش، نهى الصحابة أنهم يسبوا الأصنام. ما الحكمة يا ربي؟ قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، قال سبحانه: فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيكون ذلك لكفار قريش كفرا فوق كفرهم. من سب الله فقد أظهر العناد والتحدي، فإن لم يتب فالله سيقسم ظهره وسيستأصل شأفته، إنه الله. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والأذية تنقسم إلى قسمين: أذية تضر وأذية لا تضر. والله سبحانه وتعالى لا يضره شيء، فقد قال جل جلاله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. والله سبحانه وتعالى قد طرد من آذاه، طرده من الرحمتين في الدنيا وفي الآخرة. يا من تسب الله، أنت مخلوق، أنت مخلوق قد وجدت في هذه الدنيا، الله قادر على أن يزيلك سبحانه وتعالى، وقد خلقك من قبل ولم تك شيئا، قادر على أن يقول كن فتكون لا شيء. ولكن بما أنك موجود في هذه الحياة الدنيا فتجهز للحساب، سيحاسبك ملك الملوك يوم تبعث وتكون عريانا، يوم تقف بين يديه سبحانه وتعالى، يعطيك من الطعام فتسبه، يرزقك فتسبه. ويحك، صدق القائل حيث قال: إذا أكرمت اللئيم تمرد. يا لئيم، يوم القيامة ستخرص هذه الألسن، ستخرص هذه الألسن. قال سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح، يعني جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ستبعث يا من تسب الله، ستبعث وسيحاسبك الله ملك الملوك. اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع إصبع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. هذه السماوات سبحان الله تأتي أنت. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات، تجأرون إلى الله، يعني تطلبون من الله سبحانه وتعالى المغفرة وأن يعفو عنكم وأن يغفر لكم. فأنت أيها الوقح تسب ملك الملوك، ويحك كيف تنام. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء الحمقى. أجمع العلماء قاطبة، وجاء عن عمر وابن عباس ومجاهد التابعي والإمام أحمد، على هل يستتاب أم لا يستتاب هذا الذي سب الله. اختلف العلماء، لكن أجمعوا العلماء على كفره وردته، سواء سب الله مازحا أو جادا أو هازل، لأن الله لا يسب ولا يستخف بحقه ولا يستهزأ بعظمته. هذا الله. هل سمعت يوما عن كيفية صوت الله؟ كيف صوت الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى الله أمر، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. كلهم هذول الملاك الواحد اللي لو مسك الكرة الأرضية فرمنا فرم، كل هؤلاء الملائكة ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، فقد أمر ملك الملوك. خلاص ما حد يفتح فمه بكلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: كالسلسلة في صفوان، كالسلسلة في صفوان، يعني الحجر الأملس
لما يضرب في سلسلة يطلع صوت عظيم، فإذا فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة أول ما يسمعون هذا الصوت، صوت الله مفجع، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال هذا الخوف من قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ أي يقولون للملائكة الآخرين، فيجيبونهم الحق وهو العلي الكبير. هذا وتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.